بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا عطل في التلفزيون. شني عطل التلفزيون؟ هوصل حاليا، انا موصل على لمبة السيرية. هفتح التلفزيون، بيحمل طبيعي جدا، يعني الكهرباء وصل للتلفزيون. التلفزيون بعد ما حمل، اضاءة اللمبة طبيعية جدا، ما فيش اي احمال على اللمبة. والتلفزيون الليد الاحمر قاطع، والتلفزيون ما فتحش. واضح من عطل التلفزيون الحالي الكهرباء واصلة للتلفزيون، والتلفزيون مش بيفتح، يعني قاطع باور. هفتح من تاني، حافل وبفتح، التلفزيون مش بيفتح نهائي، والليد الاحمر قاطع مش بينور. بالعلم ان الكهرباء واصلة للتلفزيون والتلفزيون مش بيفتح. هفك التلفزيون وهتابع العطل. تلفزيون شني، تلفزيون 14 بوصة، عطل التلفزيون قاطع باور. في البداية بكشف على مكونات التلفزيون. هنا كل حاجة طبيعية جدا، كل المكشفات، كل المقاومات، دايرة الباور، كل حاجة شكلها كأنها جديدة. والتلفزيون بحالته وكل حاجة بحالتها. التلفزيون مفيش فيه شغل قبل كده، التلفزيون كأنه جديد. وأول عطل التلفزيون الحالي قاطع باور. تلفزيون شوني ياباني، عمر التلفزيون دخل على 30 سنة، وكل حاجة بحالتها. هنتابع عطل دايرة الباور واحنا مع بعض، وكل حاجة طبعا بعملها قدام الكاميرا. هتأكد من الفولت اللي داخل لدايرة الباور. الفولت على المكشف الرئيسي في دايرة الباور، الفولت موجود 270 فولت، فهو فولت مناسب بمعدل 300 فولت، يعني الفولت واصل لدايرة الباور. واي سي الباور الاتش تي ار، الفولت واصل للاي سي، نفس الفولت اللي على المكشف الخاص بال 300 فولت. والفولت على خارج دايرة الباور على الموحد الخاص ب 110 فولت، الفولت معدوم. والفولت على الموحد الخاص ب 12 فولت، الفولت معدوم، يعني فولتيات خارج محول السوبر كلها قطعة. هقفل. طبعا في اي عطل تلفزيون ببدأ بالحاجة السهلة الاول. مش معنى ان التلفزيون قاطع باور والفولت واصل للمكشف ابدل اي سي الباور الاتش تي ار، او ابدل مقاومات او مكشفات او موحدات. فانا زي ما قلت هبدأ بالحاجة السهلة الاول. هقيس المكونات على خارج محول السوبر، احتمال يكون فيه موحد عامل قفلة على دايرة الباور، وهقيس ترانزستور باور لاين، احتمال يكون هو اللي عامل قفلة على دايرة الباور. هبدأ أقيس المكونات على خارج محول السوبر. هنا الموحد الخاص بال 12 فولت بقيس معايا سليم، والموحد الخاص بال 110 فولت بقيس معايا سليم، وترانزستور باور لاين بقيسه، ترانزستور باور لاين بقيس معايا سليم، مفيش فيه أي مشكلة. وبقيس المكشف الخاص بال 110 فولت بقيس معايا سليم. كل حاجة على خارج محول السوبر كلها بتقيس سليمة، يعني مفيش قفلة على الموحدات ولا على ترانزستور باور لاين ولا على اللاين نفسه. كل حاجة على خارج المحول كلها بتقيس سليمة. هبدأ أتابع العطل في دايرة الباور الاتش تي ار نفسها، وأي مكونات قبل المحول هقيسها. لكن قبل ما أقيس لازم أفضي شحنة المكشف علشان شغل يبقى كويس. بلمبة 100 واط، وبفضي شحنة المكشف، وهبدأ أقيس المكونات جنب أي سي الباور جنب الاتش تي ار. مش معنى إن التلفزيون قاطع باور هبدل أي سي الباور. لازم أتأكد من المكشفات، من المقاومات، من الجنر، من الموحدات، أي حاجة مكونات في دايرة الباور هقيسها. هقيس أي موحد في دايرة الباور جنب الاتش تي ار، أي موحد
دايود اي جنر بايشو. هنا واضح من كل القياسات كل الموحدات جنب عايشي الباور جنب الاكتئار كلها بتقيس معايا سليمة. وزي ما قلت مش معنى ان كل حاجة بتقيس سليمة ابدل اي سي الباور الاتش تي ار. تابع معايا عطل التلفزيون واحنا مع بعض وكل حاجة قدام الكاميرا. هنوصل وافتح التلفزيون من مفتاح الباور. وحاليا انا موصل على لمبة الشاشة. والفولت طبعا لازم يكون موجود على المكشف الرئيسي في الباور. الفولت موجود. وهتأكد من الفولت اللي بيغذي الاتش تي ار. هنا جنب اي سي الباور جنب الاتش تي ار مكشف اللي هو 50 فولت على 47 لازم يكون عليه فولت. الفولت اللي هو بيغذي اي سي الباور بيغذي المذبذب الاتش تي ار. المكشف عليه 7 فولت تقريبا فهو فولت مناسب لتغذية المذبذب. يعني الفولت واصل للاتش تي ار اللي بيغذي الاتش تي ار نفسها اللي بيغذي المذبذب. الفولت موجود يعني كل حاجة تمام. ولكن الاتش تي ار مش شغالة معايا مع محول السوبر. هقفل. وطبعا بعد ما بقفل لازم افضي شحنة المكشف. لان المكشف بيخزن علشان دايرة الباور مش شغالة. دايرة الباور في الموديل الحالي كلها مكونات بسيطة جدا. اي سي الباور اتش تي ار مجموعة موحدات جنر الفوتو كلابر مكشف كل حاجة شكلها كأنها جديدة. يعني تلفزيون كأنه جديد. وطبعا كل حاجة بحالتها. ابدأ منين؟ قلت كل حاجة في دايرة الباور كلها سليمة. وعلى خارج محول السوبر الموحدات كلها سليمة. وترانزستور باور لاين بقيس معايا سليم. وقست على المكشف الخاص بالمية وعشرة فولت بقيس معايا سليم. يعني مفيش قفلة قدام محول السوبر علشان تكتمل الفولت اللي طالع من دايرة الباور. بعد كل المجهود اللي عملته بالعلم انا ما عملتش مجهود ولا حاجة. ده انا عملت قياسات لخارج محول السوبر وترانزستور باور لاين وكل حاجة سليمة. ولحد الان لسه ما فكتش حاجة من مكانها. ولا فكيت اي سي الباور ولا فكيت مكشف ولا فكيت جنر ولا فكيت مقاومة ولا اي حاجة فكيتها من مكانها. الفولت واصل للمكشف الرئيسي في دايرة الباور. والفولت واصل لاي سي الباور الاي كي تي ار. الفولت اللي هو 7 فولت او 9 فولت اللي بيغذي المذبذب. يعني كل حاجة تمام. ولكن الاي كي تي ار مش شغالة علشان تشغل لي محول السوبر علشان يطلع فولت على خارج المحول. طبعا زي ما قلت في اي عطل تلفزيون ببدا بالحاجه السهله الاول. علشان اصلح دايره الباور مطلوب مني ابدل الاتش تي ار باي سي جديد او باي سي مستعمل. ولكن انا مش هبدل اي سي الباور بواحد جديد او بواحد مستعمل. فانا هركب دايره باور وانهي الموضوع. والموضوع سهل جدا. توصيل دايره الباور وتعديل دايره الباور واظبط الفولت على 110 فولت وانهي الموضوع وتم اصلاح التلفزيون. ولكن انا هبدا بخطوه جديده في الموديل الحالي اللي بيشتغل باي سي الباور الاتش تي ار 6707. فانا لما يكون معايا اي سي الباور الاتش تي ار بيشتغل ب اتش تي ار 6703 و 5707 و 6707 و 6708 و 6709 كل ال HTR بنفس الأرقام اللي ذكرتها. ولكن في الموديل الحالي ال HTR 6707 هعمل عليه تعديل. التعديل اللي هعمله هخلي المذبذب في جنب وهخلي ترانزستور الباور في جنب. وهبدأ بالتعديل. التعديل اللي انا هعمله بترانزستور عادي ترانزستور دايرة باور تلفزيون. اي ترانزستور خاص بدايرة باور تلفزيون هعمل به التعديل بال HTR. تابع معايا التعديل وانا بوصل الاسلاك الخاصة بالترانزستور مع ال HTR في دايرة الباور. اخلي كل حاجة زي ما هي
وهعمل التعديل، هثبت ترانزستور الباور مع الاتش تي ار الاثنين مع بعض في مكان واحد، واخد الثلاث اشلاك الخاص بالترانزستور واوصلهم مع الاتش تي ار من تحت، وهلغي طرفين من الاتش تي ار. هوضح التعديل وكل حاجة هعملها قدام الكاميرا بوضوح. طبعا دايرة الباور مفيش فيها شغل قبل كده، وهنا انا اول واحد اصلح التلفزيون واصلح دايرة الباور. كل حاجة هخليها زي ما هي. انا هستخدم الاطراف الاولانيين في ال HTR من على الشمال، يعني هنا اول طرف والطرف اللي بعديه والطرف الثالث، هم دول اللي انا هستخدمهم. هقطع الطرف الاولاني من ال HTR نهائي، الطرف الاولاني قطعته لغيته، والطرف الثاني هخليه زي ما هو، والطرف الثالث هقطعه. هنا موضح، لغيت اول طرف في ال HTR من على الشمال، وتاني طرف زي ما هو، والطرف الثالث قطعته، وكل حاجة زي ما هي، باقي الاشلاك كلها زي ما هي. طبعا التعديل اللي انا هعمله بالترانزستور، انا هنا اكون لغيت الترانزستور اللي داخل ال HTR وخليت المذبذب زي ما هو، المذبذب اللي هيشغل لي ترانزستور الباور. فانا هركب الترانزستور هاخد منه 3 اطراف هوصلهم مع ال HTR في دايرة الباور. هنا موضح، ثبت الترانزستور على الجزء المعدني الخاص بالتبريد مع ال HTR على معدن واحد، ووصلت الأشلاك جهزتهم الثلاث أشلاك الخاص بالترانزستور. هبدأ أوصل الثلاث أشلاك مع أول ثلاثة في ال HTR في دائرة الباور. أول طرف الترانزستور من الجنب اليمين مع تاني طرف في ال HTR. والطرف اللي في النص في الترانزستور هوصله مع اول طرف في ال HTR اللي انا قطعه من ال HTR، هو متوصل باللوحة، هوصله باللوحة. واخر طرف في الترانزستور اللي هو اللي على الشمال هوصله بالطرف المقطوع في ال HTR، تالت طرف في اللوحة. هنا موضح، وصلت كل الاشلاك، الطرف الاولاني في الترانزستور من على الشمال مع الطرف رقم 3 على اللوحة، والطرف الثاني في الترانزستور وصلته مع اول طرف في ال HTR في اللوحة، والطرف الثالث في الترانزستور من على اليمين وصلته في الطرف الثاني في ال HTR اللي هو متوصل مكانه. وهوضح التفاصيل كاملة في رابط تحت الفيديو موضح توصيل كل الأطراف وكل الأشلاك في تلفزيون عملته من زمان نفس التعديل. هتلاقي رابط تحت الفيديو موضح فيه كل الأشلاك وكل التوصيلات. التعديل اللي عملته حاليا، لغيت الترانزستور اللي مع الـ HTR وخليت المذبذب لوحده، والمذبذب بيشغل لي ترانزستور الباور اللي انا عدلته. بعد كل المجهود اللي عملته، بالعلم انا ما عملتش مجهود ولا حاجة، دي حاجة بسيطة جدا من بعض التعديلات اللي انا عملتها. مش معنى الفيديو ان انا بصلح تلفزيون قديم او بشتغل في اجهزة قديمة. انا هنا بوضح للجميع اعطال دايرة الباور،
دايرة الباور تنطبق على جميع الأجهزة، يعني مش شرط يكون تلفزيون، جميع الأجهزة أعطالها 90% من دايرة الباور. فما يجيش واحد يقول لي هو أنت بتصلح أجهزة قديمة، بتصلح تلفزيون قديم، العملية مش بنفس الوضع اللي أنت بتقوله. أنا كل اللي يهمني إن أصلح الجهاز اللي قدامي. ما تجيش تقول لي ده أنت بتصلح تلفزيون قديم، ده الناس بتصلح شاشات والناس اتقدمت. أنا هنا بوضح أعطال دايرة الباور، وزي ما قلت أعطال دايرة الباور بتنطبق على جميع الأجهزة، يعني جميع أعطال الأجهزة 90% أعطالها دايرة باور. فالشغل اللي أنا بعمله والفيديوهات اللي أنا بعملها مش موجودة في مكان تاني. واللي عاوز ياخد المعلومة ياخدها من عندي، مفيش مانع. احنا بنشتغل في أجهزة قديمة، بنشتغل في أجهزة حديثة، ده مش شرط عندي. أنا لكل اللي يهمني إن العطل اللي قدامي يتصلح. بعد ما انتهيت من تعديل دايرة الباور وعدلت الترانزستور مع الـ HTR، هبدأ أشغل التلفزيون وهتابع، وهنقول بسم الله، لأن التلفزيون أنا ما اشتغلتش فيه قبل كده ولا عملت فيه حاجة قبل كده، كل حاجة عملتها قدام الكاميرا. لو دايرة الباور اشتغلت معايا هنقول الحمد لله، لو ما اشتغلتش معايا هنفك كل الشغل اللي عملته، يا إما نبدل أي سي الباور بـ HTR جديد، أو نعدل دايرة باور جديدة خارجية. الموضوع سهل جدا، الدايرة موجودة والـ HTR هنجيبها قديمة أو جديدة، وهنلغي كل التعديل اللي اتعمل. ما علينا من المجهود اللي أنا عملته، هنشغل التلفزيون وهنتابع مع بعض، وهنقيس الفولتيات في خارج المحول في دايرة الباور. نبدأ بالتوصيل، هوصل على لمبة الشاشة وأفتح، وهنقول بسم الله. هفتح، أول ما فتحت اللمبة الحمراء نورت معايا، ولمبة الشاشة حملت، دليل على إن دايرة الباور اشتغلت. هقفل وهوضح من تاني، الليد الأحمر، هفتح الليد الأحمر بيفتح في بداية التشغيل ويقفل، دليل على إن التلفزيون فتح وإضاءة لمبة الشاشة حملت والتلفزيون فتح. هنقيس فولتيات دايرة الباور والتلفزيون شغال. حاليا التلفزيون شغال، وهقيس الفولتيات اللي طالعة من دايرة الباور. فولتيات خارج محول السوبر في دايرة الباور، الفولت على الموحد الخاص بالـ 12 فولت عليه 16 فولت، والفولت على الموحد الخاص بالـ 110 فولت عليه 115 فولت. هي دي فولتيات التلفزيون الطبيعية بدون أي تعديلات في الفولتيات. أنا كل اللي عملته عدلت ترانزستور مكان الترانزستور القديم اللي مع الـ HTR في دايرة الباور. فولتيات كلها تمام، والتلفزيون شغال، ولمبة الشاشة محملة طبيعية جدا، مفيش أي إحمال على دايرة الباور، يعني الحمل كله طبيعي وكل حاجة طبيعية. هقفل التلفزيون وهشغل فيديو وهوضح التلفزيون شغال. هبدأ أشغل التلفزيون على 220 مباشر، هوصل، هفتح، التلفزيون فتح والليد الأحمر نور وفشل، دليل على إن التلفزيون فتح. هوضح التلفزيون شغال، رقم واحد التلفزيون فتح والشاشة نملت، وهوضح القائمة، كل حاجة شغالة طبيعي جدا، كل حاجة اشتغلت بطبيعتها. التلفزيون اشتغل تمام مع التعديل، هوصل فيديو وهوضح الصوت والألوان. حكمت المحكمة تاخد نماذج من المجتمع كل أسبوع. التلفزيون شغال طبيعي جدا وكل حاجة شغالة تمام، شاشة كاملة من الجنبين ومن فوق ومن تحت، وكل حاجة طبيعية جدا وألوان طبيعية، وكل القوائم شغالة وكل حاجة تمام. أتمنى أن أكون وضحت المعلومة للجميع، وتحياتي للجميع، وإلى اللقاء في عطل جديد.
ولو عجبك الفيديو ابقى انزل تحت الفيديو واعمل لايك واعمل تعليق علشان الكل يستفيد. وزي ما قلت في رابط تحت الفيديو موضح فيه التعديل في المدونة. وتحياتي للجميع.